هذه المناسبة نتقدم بالشكر الجزيل للهلال الأحمر الإماراتي على ما يبذله من جهود في خدمة الذين يدافعون عن محافظة شبوة والذين يبذلون دماءهم رخيصة في تحقيق النصر لهذه المحافظة. تجهيزات الحمد لله انتهوا من تجهيزات، وعلى كما أخبرنا المشرف بذلك أنهم على استعداد تام لاستقبال الحالات حتى من اليوم. تجهيزات عالية، وبإذن الله عز وجل أن تتطور الطاقة الاستيعابية للمستشفى الميداني حتى يوفر على نقل الجرحى إلى المحافظات المجاورة الأخرى.